أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمة فأتمهن وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين وإذ جعلنا
واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى
قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم نضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. صدق الله.